الذي يخدم مواطني كل كركوك. حقيقة حسب التوافقات والاتفاقيات في مجلس محافظة كركوك تم تشكيل المجلس وإعطاء حصة رأس المجلس إلى الأخوة التركمان، فنحن بانتظار الكتلة التركمانية أن تشخص أو ترشح عضو من أعضاء مجلس المحافظة الموجودين وتتوافق عليه جميع الكتل وإنزاله إلى المجلس التصويت عليه. أعضاء قائمة التاخ الكردية في مجلس محافظة كركوك عبرت عن رأيها في ترشيح رئيس المجلس المقبل أن يكون محافظا على روح التعايش السلمي والأخوي في كركوك والمساهمة في تقديم أفضل الخدمات لكركوك وأهلها ودعم الوضع الحالي والتنسيق مع إدارة المحافظة وجميع الكتل عند اتخاذ القرارات وعلى المدى البعيد. نحن في قائمة كركوك المتاخ لحد الآن يعني ما متفقين على أن نرشح أحد من أي قائمة أخرى، ولحد الآن القوائم الأخرى وخاصة قائمة الجبهة التركمانية لحد الآن ما قدموا مرشحهم لنصوت عليه ليكون بديلا للسيد حسن تورات. نحن في قائمة كركوك المتاخية كان هذا المنصب لقائمة الكركوك المتاخية، لكن نحن قدمنا هذا المنصب إلى قائمة الجبهة التركمانية العراقية بحيث يكون أحد مرشحيهم رئيسا للمجلس، والآن نجلس قائمة كركوك المتاخ ونتفق على ما نتفق عليه. وفي ختام الاحتفالية قدم محافظ كركوك الدكتور نجم الدين كريم ونائب رئيس مجلس المحافظة درع إدارة المحافظة ومجلسها للنائب حسن توران تثمينا لجهوده المبذولة في رئاسة مجلس المحافظة خلال 3 سنوات الماضية. يشار خالد، فضائية كركوك. في تطورات الملف الميداني، تمكنت قوات الجيش العراقي بدعم وإسناد من قوات البيشمركة